أولا تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا الوضع كارثي ليس فقط على الأخوة السوريين الموجودين في لبنان، بل على المواطن اللبناني نفسه. وطبعا الفئات المهمشة هي الحلقات الأضعف في هذه الكارثة التي تضرب البلاد، والأكثر عرضة لهذه الكارثة هم اللاجئون، أكانوا سوريين أم فلسطينيين أم من المواطنين اللبنانيين نعم الأكثر فقرا. طبعا الأزمة كبيرة جدا، أزمة لبنان معقدة جدا من الأزمة الاقتصادية التي تراكمت وانفجرت خلال الأشهر الماضية، وجاء الفيروس ليزيد طين بلة ويتسبب بالمزيد من الآلام والكوارث التي نتمنى أن لا تصل إلى الكوارث الإنسانية. طيب أستاذ طبعا عامر، هل هناك أي هذا جرس الإنذار. نعم نعم، تفضل تفضل. جرس الإنذار الذي دق اليوم من قبل مفوضية اللاجئين أمر مهم، ولكن الموضوع معقد ومتراكم منذ سنوات، والدولة اللبنانية والمواطن اللبناني يرزح تحت عبء اللجوء. وطبعا هذه بحاجة إلى قرار سياسي كبير بالعمل على معالجة قضية اللاجئين من خلال الحكومة اللبنانية والحكومة نعم، السورية سآتي على موضوع اللاجئين في العالم. نظر نعم. الحكومة حسان دياب، لكن الآن أمامنا هذا تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نعم. حول أن يعني تراكمت عليهم الديون اللاجئين ونالهم الجوع. في ظل كل ما هذا، أي دور للمنظمات الدولية في ظل كورونا؟ هل هناك تقديم أي مساعدات للاجئين خاصة السوريين في لبنان؟ طبعا التقديمات التي تقدمها أمر مهم، ولكن برأيي ليس الأمر كافيا. لا يحتاج الأمر إلى التقديمات التقنية، بحاجة إلى قرار ورؤية لمعالجة هذا الملف من الأساس. اللجوء السوري في لبنان من الأساس تم التعامل معه بطريق الخطأ، بعدما منع أو رفض عدد من القوى السياسية اللبنانية إقامة أماكن أو مخيمات محددة لوضع اللاجئين فيها، فترك الأمر على غاربه، وانتشر اللجوء السوري في كل القرى والمدن اللبنانية، مما يصعب مهمة العمل على معالجة هذا الملف. يعني هذا الملف بحاجة إلى دراسة بشكل أساسي، نعم، كي لا تنتشر الأوبئة ولا تنتشر حالات الفقر والأزمات الاجتماعية التي يتسبب بها هذا الكم الهائل من عدد اللاجئين في أماكن محددة مكتظة. هناك مشاكل اجتماعية ومشاكل سياسية، يعني هذا الأمر معقد جدا. طيب اليوم مهم جدا أن تدق هذه المؤسسات والمنظمات الدولية جرس الإنذار، ولكن أيضا هي تتحمل مسؤولية سابقا عن كيفية معالجة هذا الملف. طيب أستاذ عامر، يعني في فترة سابقة كان هناك حديث للتيار الوطني وعلى لسان جبران باسيل والرئيس ميشيل عون بضرورة عودة نعم. اللاجئين إلى بلادهم. الآن حكومة حسان دياب كيف تنظر إلى قضية اللاجئين السوريين وكيف ستتعامل معهم؟ يعني هذا أمر محتوم ومحسوم. الموضوع لا يمكن لأي حكومة لبنانية أن تغير الجغرافيا والتاريخ. كيف يمكن لحكومة لبنانية اليوم أن تحكم دون أن تتعاطى مع الحكومة السورية أو تتعاطى مع السلطات السورية لمعالجة هذا الملف الإنساني؟ هذا ملف بحاجة جدية، بحاجة لمعالجة جدية على مختلف الصعد، وإلا الأمر يتراكم وهناك مشاكل كبيرة جدا تواجه الحكومة اللبنانية وستواجه الحكومة السورية بها. الأمر بحاجة إلى قرار سياسي للمعالجة، هذا أمر مفروغ منه. فحكومة الرئيس حسان دياب ستذهب إلى المعالجة مع الحكومة السورية عاجلا أم آجلا، وبدأت بالمعالجة قبل انتشار فيروس كورونا، ولكن لم تتمكن بعد من النهوض بهذا الملف نظرا لتسارع الأحداث وتسارع القضايا التي تصيب لبنان والعالم اليوم. الكاتب والصحفي عامر مراعب، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة من بيروت.